ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن الأكل المفيد للكلاب والأكل ممنوع تماما ليهم. هنبتدي الأول ممنوعات. الممنوعات هي البصل، التوم، القهوة، العنب، الشوكولاتة والزبيب. كل الحاجات دي سامة جدا لكلبك حتى لو بنسبة بسيطة. اوعى كلبك ياكل أي حاجة من الحاجات دي لأنها سامة وبتدمر الكلاب في وقت قصير جدا. حاجة كمان مهمة جدا، اوعى تأكل كلبك عظم مطبوخ. العظم المطبوخ بيكون ناشف من جوه وبيتكسر جوه معدة الكلب وبيعمل نزيف داخلي او انسداد. ثانيا هنتكلم عن الاكل المفيد لكلبك. زي ما اتكلمنا عن العظم المطبوخ انه غلط، فالعظم الني كويس جدا ومفيد لكلبك، مش كأكل ولكن كحاجة لتفريغ طاقته وتنظيف سنانه وكمان عشان تشغله. ولكن تأكد ان العظمة مش صغيرة قوي لانها ممكن تقف في زوره. تأكد انها عظمة اكبر من انه يقدر يبلعها كلها مرة واحدة. الاكل الني في العموم هو افضل حاجة لكلبك، مش بيشرسه ولا حاجة. الفراخ واللحوم والتونة والبيض والبطاطا والجزر وقرع العسل والرز، دول بيعتبروا افيد حاجة لكلبك. تأكد دايما ان وجبة كلبك تحتوي على بروتين ونشويات وخضار وزبادي او لبن رايب عشان ما يحصلش امساك للكلب، وكمان عشان الزبادي واللبن الرايب بيعملوا توازن لبكتيريا المعدة. لكن لو قررت ان تأكل كلبك دراي فده برضه اختيار كويس، ولكن تأكد ان نوعه نضيف، لان للأسف معظم انواع الدراي بيبقى اكترها ذرة وملهاش فايدة جسم كلبك نهائي. ممكن كمان تأكل كلبك خليط من الدراي والويت فود او الاكل المعلب، وده بيكون اختيار كويس جدا. تقدر كمان تضيف فيتامينات زي فيتامين اوميجا 3 او فيتامين B12، ولكن تأكد انها معمولة مخصوص للكلاب، بتساعد عظمه وشعره وكمان بيبقى انشط. تالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي كمية الاكل. كلبك ياكل مرتين بس في اليوم، مرة الصبح اول ما يصحى بعد ما يعمل حمامه ويلعب، ومرة قبل ما ينام بثلاث ساعات تقريبا. واهم حاجة ممنوع الجري او اللعب تماما بعد الاكل ولمدة ساعة على الاقل. كمية الاكل بتوقف على حجم كلبك. كلبك محتاج من 0.5% تقريبا من وزنه اكل كل يوم. يعني مثلا لو كلبك وزنه 10 كيلو بيكون محتاج من 0.5 كيلو لـ1 كيلو اكل في اليوم كله. لو وزنه 20 كيلو بيبقى من 1 كيلو لـ2 كيلو في اليوم كله وهكذا. فانت هتقسمها على وجبتين، ولكن ده مش اساس لانه بيتوقف على نشاط الكلب وحركته. فانت لو كلبك من النوع غير النشيط او مش بيتحرك كتير فممكن نص الكمية دي يكون كافية. كمان الاكل الني بياخد وقت في الهضم اطول، فكلبك مش بيجوع بسرعة زي لو اكلته دراي او اكل معلب، ولازم كل وقت والتاني تفوت وجبة لكلبك عشان تريح معدته. ولكن طبعا المية لازم تكون موجودة على طول وفي كل الاوقات. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب. سلام.